السلام عليكم، مساء الخير، حياكم الله جميع، إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة. فيديو اليوم نظري سريع، في بعض الاستفسارات اجت على القناة. أحد الأخوات عم تسأل ليش الشوكولا ما عم تطلع من القالب. أنا رديت، بس على ما يبدو في عندها مشكلة بالقراءة. رح أشرح ليش الشوكولا ما بتطلع بشكل مختصر. طبعا كمان في أحد الأخوات سألت شو الفرق بين قوالب السيليكون وقوالب البوليكربونات. قوالب سيليكون ما حنستعملها للشوكولا، لانه اذا لمعت حتلمع معي مره واحده، تنظيفها صعب. ونحن لما بنستخدم المشحاف السكين لحتى ناخذ قشره سليمه من على الوش، السيليكون باعتباره طيع مرن، فما حتمشي معي السكين او السباتول لحتى تعطيني سحبه جميله. دائما نحن بنستعمل البلاستيك، ويفضل انه يكون من نوعيه جيده وماركه معروفه. في بالسوق قوالب تبع 10 ريال، 5 ريال، 20 ريال، ايا كان. كل احترام وتقدير للناس اللي بتبيع هاي القوالب. هاي القوالب ما حتلمع، اذا لمعت حتلمع اول مرة، ثاني مرة ما عاد تلمع. ليش انا ما بعرف، اعتقد لانه معاد تصنيعها. فهذا الجواب الاستفسار الاول. الاستفسار الثاني، ليش الشوكولا ما بتطلع من القالب؟ في عنا كتير من الاحتمالات، انا اظن 5 احتمالات. الاحتمال الاول انه التمبرينج مو ناجح، وهذا السبب اللي ما بيخلي الشوكولاتة تطلع. ونحن حكينا، وانا حكيت بفيديو التلوين تبع الشوكولاتة، انه بناخد اختبار من الشوكولاتة، اذا نشف على طرف السكين بدرجة حرارة ما بين 22 و 24، اللي هي درجة حرارة الغرفة، على هذا الاساس اذا نشفت كاختبار ببدأ انا استعمل الشوكولاتة. تمام. فالاحتمال الاول انها ما خرجت، التمبرينج غير ناجح، وهذا الشيء فينا نتخطاه لما بناخذ الاختبار من الشوكولا بعد ما نعالجها. الاحتمال الثاني، القالب وسخ او مجروح. اذا كان في جروح بقلب القالب، الشوكولا اكيد ما حتطلع. الاحتمال الثالث، عملنا تيمبرينج سليم والاختبار كان سليم، وبعد منها طبقنا على الشوكولا حشوه بدرجه حراره مرتفعه 35 36 درجه حراره الحشوه حتخرب التيمبرينج تبع الشوكولا، وبالتالي حيكون out of temper، فما حيطلع معي من القالب. فاذا الاحتمال الاول حكينا فيه، التمبرينج المعالجة غير ناجحة. الاحتمال الثاني، القالب وسخ او مجروح. الاحتمال الثالث، الحشوة درجة حرارتها مرتفعة. والاحتمال الرابع انه تكون عندي الشوكولا مضبوطة زيادة عن اللزوم. كلام غريب، خلينا نشرح شو يعني هذا الكلام. الشوكولاتة لما نحن بنعملها تيمبرينج ومنعالجها، صار عندها قدرة على التقلص، على الانكماش، لما بتكون معالجة بشكل صحيح. مجرد ما عالجنا الشوكولاتة صبيناها بالقالب وبعدين حطينا الحشوة بدرجة حرارة 30، ما تتعدى 30، وبعدين نحن سكرنا الشوكولاتة حطيناها بالقالب، هون الشوكولاتة بتنكمش، بتكش، نحن هيك بنقول بالشام، بتخرج نفسها بنفسها، بتطالع حالها بحالة من القالب. هلا لما بتكون انا، وهي المشكله حتحصل عن ستات البيوت وستات البيت بالذات، لما بنعالج الشوكولاته ببوله، سواء كانت البوله بلاستيك او ستانلس ستيل، والمعالجه كانت عنا سليمه وبلشت تنخفض درجه حراره الشوكولاته اثناء الاستعمال، فالقدره تبع الشوكولاته على التقلص حصلت جوا البوله، وبالتالي الشوكولاته ما حتتقلص مره ثانيه لما انا بصبها بالقالب. ولهذا السبب مهم، ومهم جدا اني احافظ على درجه حراره العمل لما بشتغل بالشوكولاته. إذا 32 بخليها 32، إذا 30 بخليها 30. كل ما بردت بمجفف الشعر برجع بحميها، برفع درجة حرارتها لما بتبرد، مع التأكيد على ضرورة تحريك الشوكولا، لأنه كمان الشوكولا إذا ظلت ثابتة بدون تحريك حترتفع درجة حرارتها. هاي كيمياء أنا حأتحاشى الكلام عنها لأنه مو وقتها. هلا آخر شيء بحب أقوله، إجا كومنت كتير جميل وكتير لطيف على القناة، عم يقول، او الاخت عم تقول، اظن اخت، ما بعرف ليش بيعقدوها. نحن كشيفات ليش بنعقدها؟ انا مرة جربت شوكولا جاهزة تبع الضيافة، اشتريتها جاهزة للضيوف وكانت بدون حشوة، اوكي، صيحت حبتين وصبيتهم بالقالب وخليتها تبرد شوي، دخلتها الثلاجة، نشفت، طلعت من القالب، جلست ناشفة متماسكة. جربوها واشتروا جاهز. حلت المشكلة ما شاء الله، وشكله على كيفكم، بلا تيمبرينج بلا تعب. أنا ببشرك أو ببشرك أخي الكريم أو أختي الكريمة، أنت ما اشتريت شوكولا، أنت اشتريت بديل شوكولا، اشتريت كومباوند ما اشتريت كوفرتور. مستحيل الكوفرتور
ينجح معك بهي الطريقة أبداً. نحن ما عم نتفلسف ولا عم نفرض عضلاتنا كشيفات. تسأل أي شيف بالوسط يلي بيمارسوا المهنة هل الكوفرتشور كبونبون بينفع نستعمله بدون تمرين؟ حيقول لك أكيد أو حيأكد أكيد لا. فالاحتمال الأول أنه وهذا الأغلب حضرتك أو حضرتك ما اشتريتي شوكولا حقيقية ولكن اشتريتي أو اشتريت بديل شوكولا. الاحتمال الثاني زبطت معك بالصدفة أو معك، ولو فرضنا أنها زبطت بالصدفة فهذا ما بيعني أنه كلامك صحيح أبداً أبداً. نحن كشيفات ومحترفين وشغلتنا الشغلة، عم بحكي على جميع الشيفات بغض النظر عن الجنسية، سواء كان سوري سواء كان لبناني سواء كان مصري. أنا أشك أنه في شيف يوافي على الكلام اللي حضرتك أو حضرتك كتبتي. التمبرينج عبارة عن عملية كيميائية، نحن سيحنا الشوكولا، زبدة الكاكاو اللي بالشوكولا بتاخد أكتر من شكل لما نحن منسيحها، ست أشكال أنا ما حفصل كتير، حتحاشى الكلام عن هذا الموضوع. بتتخيل بتبدل شكله، في أشكال ثابتة في أشكال غير ثابتة، شكل واحد اللي هو ثابت، ولهذا السبب نحن بنعمل التيمبرينج. أكيد ما حفصل، هذا الشكل الثابت يلي بيعطي الشوكولا ثبات وجفاف ولمعة وطقة، بنحصل عليه لما بنعمل عملية التمبرينج. فشوكولا بدون تمبرينج واشتروا جاهز وسيحوا ما حتزبط أكيد. تمام، نحن بنحاول قدر الإمكان كشيفات وناس اللي تطلع على السوشيال ميديا بشكل عام انه نسهل الامور على كل الناس اللي بتحب تجرب هذا المجال. فبنحاول نسهل ونحاول نشرح ليش زبط ليش ما زبط. اما تزبط بهذا الطرح اللي حضرتك او حضرتك شرحتيه، اشتروا جاهز وشكله على كيف، ولا ما حتزبط. على تحدي طبعا. بتشكركم كتير على المتابعة وبشوفكم بفيديوهات تانية ان شاء الله.